جاوبني صوت أنثوي. قالت: هذه المصحة. السلام عليكم. جاوبتها بتلعتم: سلام. كاينة مدموزيل صفاء. جاوبتني: واش انتي من عائلتها؟ قلت لها: لا، غير صاحبتها. وهي تقول: اه واخا، عافاك يا اختي. إلا كتعرفي عائلتها قوليها ليهم، السيدة راها ناعسة عند نفس بيطار. جاوبتها ببرود: علاش، مالها؟ وهي تقول: المهم انتي بلغيهم حتى يجيو عندنا وغنهضروا معاهم ونشرحوا ليهم الحالة ديالها بالتدقيق. قطعت معاها بعد ما عطاتني العنوان. صدمت، كان سبيطار في الدار بيضة خاص بالأورام السرطانية. تفجعت وتهز كياني. ما يمكنش صفاء يكون عندها سرطان. لا لا، أكيد فهمت غلط، خاصني نتأكد من هاد الشي. ولكن شنو ندير؟ الحل الوحيد اللي عندي هو نمشي عندها بنفسي. وشنو غنقول لوالديا؟ كنت باقا كنتصارع مع أفكاري وهو تليفوني صوني. جاوبت فيه ساعة بلا ما نشوف النمرة. توقعت الاتصال غادي يكون من سبيطار، ولكن كنت غالطة. سليم هو اللي اتصل بيا. جاوبته قلت له: ألو. قال: في دا صافا؟ قلت له: وي الحمد لله. قال: الحمد لله. شوفي، إلا بغيتي تمشي تشوفي اختك أنا نوصلك عندها. بحال لا طرشني شي واحد. اتدهشرت، اش كيقول هذا؟ شكون قال له راه صفاء مريضة؟ وفين عرف أصلا عندي اختي؟ أنا عاقلة مزيان، ما عمري ما قلتها لي. قلت له: لا شكرا، بلاش. قال: هذا ماشي وقت الكبرياء ديالك فيدا، اختك محتاجاك جنبها، خاصكي تمشي في اقرب وقت تعتقي ليها حياتها حيت راها دارت عمليه، وخاصكي تمشي تطلي عليها ضروري. انا كنسمع في الهضره ديالو وكنبكي. بزز عليا، ورغم كاع داكشي اللي دارت فيا كتبقى اختي من لحمي ودمي. وبديت كنبكي ونتنخصص. وسمعني سالم وقال: نوضي لبسي، انا جاي عندك دابا، وبلا ما تخلعي والديك، ديري السباب الخدمه. هو قطع وانا نط بلا تردد. لبست اي حاجه جاتني في ايدي وصايبت الشال وهزيت ساكي. مشيت عند ماما وقلت لها راه غنسافر دابا. تخلعات مسكينه وكذبت عليها: يا ربي تسمح ليا. قلت ليها شي اجتماع عاجل في كازا. ما جيت فين كمل الهضره ديالي حتى كان سليم كيصوني في الباب. نزلت كنجري في الدروج ولقيت سليم كيتسناني. ركبنا في الطوموبيل اقصى سرعه. شدني الفضول وجبدته في الهضره. قلت له: اسمح لي بزاف، غنبرزتك معايا. قال: حشومه عليك تقولي هاد الهضره، ما بيناتناش. قلت له: ممكن نسولك؟ قال لي: يا مرحبا. قلت له: كيفاش درتي تعرفتيها مريضه؟ تردد شويه قبل ما يهضر وقال: اش غنقول لك، هادي مده اتصلت بيا وطلبات مني نعطيها النمره ديالك. في الاول ما بغيتش، ومن بعد قالت لي انها كتعاني من ورم سرطاني في الرحم وخاصها تحيدو هو والجنين. طلعت معايا التبوريشه وشهقت من الصدمه. قلت: لا حول ولا قوه الا بالله. قال سليم: قالت لي باغا تهضر معاك ضروري حيت ظلماتك بزاف، وقبيله قبل ما تدخل العمليه كانت كتعيط لك تطلب منك السماحه وانتي ما جاوبتيهاش، واتصلت بيا طلبات مني نوصل لك اعتذارها وندامها. ما قدرتش نجاوبه، كنت مخنوقه بالبكا حابسه الدموع غابزز. وشافني في ديك الحاله ومد ليا كلينكس وكمل الهضره ديالي. قال بعد ما قطعت بنص ساعه اتصلوا بيا من سبيطار، قالوا لي انها تعرضت لنزيف حاد في العمليه وتقدر تدخل في غيبوبه. الهضره ديالو كنحس بيها بحال السم كتسري في عروقي. خليته كيهضر وسافرت بافكاري لايامنا الزوينه. نسيت الاداه ديالها ونسيت كاع داكشي اللي تفيا، وتفكرت كل ذكرى زوينه كتجمعنا. تفكرت فاش كنا كنلعبوا بجوج، كناكلوا بجوج وكنحافظوا بجوج وكندوشوا بجوج. توحشتها بزاف. توحشت اختي اللي عاشت معايا في نفس الدار لمدة 21 سنة.
ما بغيتهاش تموت، انا باقا ما شبعتش منها. وبديت كنبكي ونتنخسس حتى دخلنا الكازا. كيف درنا ليها ما نعرف. خرجنا من طنجة مع 6 العشية، 10 الليل كنا في كازا. مشينا طايرين غير ربي حفظنا. دخلنا للسبيطار وصولنا في الاستقبالات ونعتوا لينا غرفة الإنعاش فين كاينة. طلعت كنجري في الدروج بحال الحمقى حتى وصلنا لباب الإنعاش ولقينا الطبيب خارج من عندها. ومشيت لعنده كنشوف فيه وكنترجاه. قلت له دكتور كيف بقات اختي؟ جيت وروطارة بنتي من قوة ما نزفات دخلت في غيبوبة. صدمت قلت له كيفاش غيبوبة؟ قال وحاجة أخرى، للأسف اضطرينا نزولوا لها الوالدة حفاظا على حياتها. صدمت بهذا الخبر، ما عمري ما تصورت يطرى ليها هذا الشيء. وسولت الطبيب بلا وعي إمتى غدا تفيق من الغيبوبة؟ قال الله أعلم بنتي، تقدر تفيق وتقدر ما تفيقش. قلت كيفاش ما تفيقش؟ قال لي انت باينة عليك مؤمنة بالله والقضاء والقدر، ايوا ادعي معاها، دابا اختك في ايد الله، ما كاين ما نخبي عليك، حالتها حرجة، حيت واخا استأصلنا الورم والوالدة باقي خاصها دير حصص شيميو باش تحد من انتشار المرض. قلت لي ايوا ديروه، اش كتسناو؟ حضر عينه في الارض وقال ما يمكنش لينا نديروه ليها حتى تفيق من الغيبوبة. حط ايده على كتفي وكيواسين ومشى بلا ما ينطق حتى كلمة. هو مشى وانا دخلت عندها لغرفة الانعاش، ما قدرتش نمنع راسي. كانت مدة فوق السرير وكلها اجهزة، مغمضة عينيها وغارقة في الغيبوبة، عريانة ومغطية غير بليزار. دخلت بخطوات متاقلة كنشوف فيها وكنقرب شوية بشوية. صوت نبضات قلبها كيصدر من الجهاز بقوة. قربت لعندها وحطيت ايدي على راسها والايد الاخرى على ايدها اللي حطاها فوق السرير. كنت امن فيها، مزيج من الاحاسيس الغريبة سيطرت عليا بحال لا كنشوفها لاخر مرة، وهي بحال لا حسات بوجودي وزيرات على ايدي. هزيتها لعندي كنبوسها وغرغروا عينيا وبديت كنبكي ونشهق. وفي هذه اللحظة ما قدرت إلا أنني نشفق عليها ونتحسر على حالتها. حالتها كتشفي العديان وبالأحرى أنا. خدتها اللي من لحمها ودمها. فجأة طفات نار الغضب والحقد اللي كان من جهتها، تحول الكره والحقد للشفقة وحنان وحسرة. ودخلت علي الممرضة وخرجتني بالغوات كتقول ممنوع على الله ممنوع. جرتني بقوة وخرجتني على برا. خرجت منهارة وتعرض لي سليم وشافني كنبكي وعنقني وبديت كنت نخصص ونغوت. جاتني هستيريا ديال البكاء، كنت محتاجة الحضن يحتويني والإيد تطبطب عليا. عييت من المشاكل، بقيت كنبكي ونبكي حتى طابوا عينيا. عاد ارتاحيت شوية وخلاني جالسة على الكرسي ومشى يجيب لي الماء. وجات عندي وحدة من الاستقبالات وقالت مدموازيل فيدا العماري. قلت لها اها هي انا. قالت عافاكي اجي معايا للاستقبالات تاخدي واحد الامانة خلاتها ليك اختك. قلت واخا ونط مشيت معاها. بعد ما مديت ليها لاكارت ناسيونال ووقعت، عطاتني الامانة اللي كانت عبارة على البسطام ديالها وضرب فيه الفلوس وشي سوارت معرفتهمش ديالهاش. المهم درتهم في ساكي ومشيت نرجع لبلاصتي حدا الانعاش. ودازت 15 يوم وصفاء باقة في الغيبوبة وحالتها في تدهور مستمر. كل نهار كيدوز عليها في الغيبوبة محسوب ضدها، حيت المرض كينتشر في جسمها وإمكانية العلاج كتتلاشى. رغم ذلك ما فقدتش الأمل في شفائها. بعد ما خديت إذن الطبيب المشرف على حالتها انقلتها في الإسعاف كلينيك في طنجة، واضطريت أنني نقولها لماما ووصيتها تقولها لبابا بطريقتها. ورجعنا لطنجة ورجعت للخدمة والروتين اليومي.
أنا وماما كنزورو صفاء يوميا في الكلينيك. خلاص ماما كتضل نهار كله جالسة معاها في بيتها، كتعاود ليها على ذكريات طفولتنا لعل وعسى تفيق وتحل عينيها شي نهار. وبابا حتى هو كيزورها مرة مرة على قد صحته. والغريب في الأمر هو اختفاء خليل اللي من المفروض هو خاطبها، وكانوا كيتسناو وليد، كان خاصو يوقف معاها، ولكن ما عمرو ما بان عندها ولا سول فيها حتى بالتليفون. قلبه ما فيهش الرحمة. أما سليم هو الشخص الوحيد اللي وقف معايا في هاد المحنة، هو اللي عاوني باش نقلناها من كازا لطنجة، وعطاني سلفة من العمل باش نخلص مصاريف الكلينيك. وخلاص ديما كيوصلني ويجيبني من الخدمة للدار للسبيطار. صراحة دار معايا فوق من جهده، غرقني في خيره. وهاد النهار فقت الصباح مع ستة بحال ديما، دوشت وصليت وخرجت نفطر، لقيت ماما موجدة الفطور ولابسة جلابتها باش تمشي عند صفا. فطرنا وسالينا، وداز علينا سليم في طوموبيلته باش يوصلنا. وصلنا ماما للسبيطار ونزلات، وكملنا طريقنا في صمت. كان الجو هادئ وبجوجنا غارقين في التفكير. حتى كيصدمني بكلامه، قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجة ولكن عداك تقلقي. قلت له لا غير هذا. قال لي فدا أنا كنبغيك. صدمت وقلت له اشنا هو؟ قال كنبغيك بزاف حبيبة. عييت من صبر ونقاوم مشاعري وحط ايده على ايدي، تشوط ونطرت ايدي في ساعة، تلفت ورديتها للغوات. قلت له وانا كنغوت ما تعاودش تحط عليا ايدك. وجهه حمار وقال انا ما قصدت والو، سمحي لي عافاكي. ما قدرتش نتحكم في راسي. قلت له مرة اخرى تعلمت تحكم في راسك. وقف الطوموبيل حتى وصلنا للشركة وقال حرام عليك يا فيدا، دايره ليا هاد الحاله وانا ما خليت ما درت عليك. زدت شعلت كتار وبديت كنحيح عليه، ما تسوقتش الموظفين اللي كانوا دايزين من حدانا وكيشوفوا فينا. قلت له شوف انا ماشي من هذاك النوع اللي كتقلب عليه، مشيتي فيا غلط، بعد مني احسن ليك. ومشيت وخليته في بلاصتو. طلعت كنجري للبيرو، تفو كرهت جنس الرجال وتعقدت منهم، كلهم بحال بحال، ما كاينش اللي عاونك لوجه الله، كلهم كيبغيو المقابل، تفو على مرض كيدير. بقى ليا غا هو نزيد همه. ودخلت البيرو وانا كلي كنترعد بالاعصاب، وجلست على الفوتي وبديت كنبرد في ضفاري. شويه دخل عليا بوجه شاحب وقال بحزن ممكن تسمعي ليا؟ غوبشت وقلت له سليم الله يخليك ما فيا ما. قاطعني وقال عافاكي سمعيني وعايد حكمي عليا. ما جاوبتوش وهو يجلس مقابل معايا. قال لي فيدا انا كنبغيك، يمكن هاد الهضره ديالي غدا تجيك غريبه ويمكن ما تطيقينيش، ولكن باش نحلف ليك الى هذه هي الحقيقه. سكت شويه كيشوف فيا نظرات ساحره ونظرات كتذوب الحديد، وقال بصوت عذب كنبغيك بزاف وكنموت عليك لدرجة ما نقدرش نعيش بلا بيك. عييت نقاوم ونرد لقلبي وعييت نكابر. شفت فيه باستغراب وهو يقول ما تستغربيش فيدا، انا كنبغيك من اول نهار شفتك، من نهار دخلت عليك للبيرو في مراكش، سحرتيني بجمالك واخلاقك، عمري ما شفت شي بنت بحالك. صدمت ودهشرت وبقيت حالة فمي ما مصدقاش اش كيقول. طلعت في عينيا وكنشوف فيه متعجبة، عمرو عينيه بالدموع هو يقول عينيك هما نقطة ضعفي ونظراتك كيزعزعوني كيقتلوني. تنهد بعمق قبل ما يكمل وقال كنت بغيت نصارحك بحبي من نهار الأول، ولكن خليل سبقني،
نهار عرفت بزواجكم مرضت وتأزمت، عرفتي شحال كنت كنتعذب فاش كنشوفك معاه، خصوصا انني عارف خليل ما يستاهلكش. كون كان شي حد اخر يمكن نكون تقبلتها، ولكن هو لا، هو كيهضر وانا كنفكر في خليل. نفس الطريقه كان كيهضر بيها، ونفس الكلمات، ونفس النظرات، ونفس الحنان. وشنو جاني من ورا هاد الشي كله غير العذاب؟ سبحان الله، ما تحرك فيا والو، ما تأثرتش بكلماته العذبة ولا نظراته الساحرة. يمكن قلبي تحطم من قوة الصدمات، أو لا يمكن مات وما بقاش فيه الإحساس. سهيت في أفكاري حتى قاطعني سليم وقال: فدا، أنا باغيك المعقول، بغيت نتزوج بيك وبغيت نكمل معاك حياتي، بغيتك تكوني أم ولادي. الهضرة ديالو خنقاتني، حسيت بقلبي مقبوط وتلفت وما عرفت ما نقوله، وبديت كنتفلسف. قلت: سليم، انت انسان طيب وشهم واي وحده تتمناك، ولكن انا ما مستعداش نرتبط في هذا الوقت. قال: شكون قال لك انا زربان؟ انا مستعد نتسناك العمر كله. قلت له: ولكن انا. وقاطعنا صوت التليفون. جاوبته كان سبيطار، وقالوا لي أجمل خبر سمعته: صفاء فاقت من الكومة وبغات تشوفني. ما عقلتش على راسي ونط، وقفت كنقز بالفرحة. سيد تلف وبقى حاير، وقلت لي غنمشي للكلينيك حيت صفاء فاقت. كان بغي يوصلني ولكن عنده اجتماع مهم، ومشيت بوحدي. شديت تاكسي ومشيت للكلينيك ومشاعري متضاربة. من ناحية متلهفة ومتشوقة نشوف اختي ونهضر معاها ونعنقها ونبوسها ونسمع صوتها، ومن ناحية اخرى خايفة وقلبي مزير عليا وما قداش ننسى شنو دارت فيا. واخاها سامحتها، ايه سامحتها من قلبي، ماشي ضعف مني او لا غباء، بالعكس. الا كان الله غفور رحيم فعلاش حنا البشر نحقدو؟ علاش ما نكونوش متسامحين؟ بارك عليها غير الحاله اللي وصلت ليها، علاش نزيد عليها حتى انا؟ ما عقلتش على راسي حتى وصلنا لباب سبيطار. خلصت من التاكسي ونزلت ودخلت الكلينيك. بغيت نطلع عند صفاء وهما يوقفوني. قالوا لي ان الطبيب بغى يهضر معايا ويشرح لي حالتها. استغربت وتخلعت، اشنو بغى يقول لي زعما؟ ودقيت في الباب ودخلت. قال لي: تفضلي يا بنتي جلسي. جلست وانا كل اللي كنرجف. كان شاد شي تحاليل في ايده وملامح وجهه ما كتفرحش. قلت له: قالوا لي بغيتيني باش تهضر معايا، طبيب كيشوف في النتيجه. وقال: اه بنتي، كنا درنا سكانير لاختك باش نشوفوا المرض فين وصل. قلت له: ايوا. وهو يقول: للأسف المرض انتشر في الكبدة والرئتين والمعدة. قلت له: ودابا اشنو نديرو؟ قال لي: طبيا ما بقى عندنا ما نديرو، الحالة ديالها ميؤوس منها. غوت وقلت له: كيفاش ميؤوس منها؟ قال: يعني يا بنتي فقدنا السيطرة على المرض ووصل لمرحلة متقدمة يستحيل العلاج ديالها. ترفعت وما بقيتش عاقلة على راسي من هول الفاجعة، ونط وقفت وكنخبط بإيدي على البيرو وكنقول: كيفاش يستحيل؟ يا قلتوا لي غير غتفيق من الغيبوبة وغنبداو معها حصص الشيميو. قال: الله يهديك بنتي، راه الحالة دختك ما غتستحملش جرعات الكيماوي وتقدر تموت من أول حصة. بديت كنستوعب الهضرة ديالو، يعني صفاء غدا تموت. نهرت وطحت على ركابية كنبكي ونشهق، وناد الطبيب من بلاصتو وهزني من الأرض وجلسني. أعطاني كاس الماء وبدا كيهدن فيا وكيواسيني. بعد ما بردت شوية واقتنعت بكلامه انصحني ندي صفاء للدار تدوز معنا آخر أيامها، على حساب ما قال باقي ليها على الأكثر شهر وتموت. خرجت من عند الطبيب وأنا منهارة كليا،
كنجر في رجليا غير بزز، كنطلع في الدروج وكنتعطر حتى وصلت للغرفة ديالها. قلبي كيضرب والخلعة شاداني من راسي حتى لرجليا. وقفت حدا الباب شحال وانا متردة، وخرجت ماما مسكينة فرحانة كتعنقني وقالت لي اختك فاقت وباغا تهضر معاك. ضحكت معاها كنبين راسي فرحانة وانا ربي اللي عالم بيا، واستجمعت انفاسي ودرت ابتسامة عريضة على وجهي ودخلت. كانت ممددة على السرير مغمضة عينيها، لا حول لها ولا قوة. قربت منها وجلست على كرسي حدا راسها، كنت أمل في ملامحها الشاحبة وجسدها الهزيل، منظرها كيقطع القلب. وتفكرت الهضرة الطبيب، اختك ما بقاش ليها أكثر من شهر. آه الدنيا يا الغدارة، شكون كان يقول صفاء البنت اللي كلها حيوية ونشاط تموت في عز شبابها. بلا ما نحس حطيت ايدي على راسها، كان اللمس في شعرها بحنان. حلات عينيها وابتسمت لي ابتسامة دابلة، قلبي تقطع هالابتسامة وحابسة دموعي اللي تحجروا في عينيا. صفاء كتهضر بصعوبة ولسانها تقيل عليها، قالت فيدا هادي انتي جيتي اختي، وبدات كتبكي. اختي الحبيبة سمحي لي بزاف. بديت كنشهق وقلت لها شت بلا ما تعيي راسك، انا مسامحك مسامحك اختي دنيا واخيرة. وبديت كنبوس ليها ايديها وكنبكي بحرقة، وحتى هي كتبكي وقالت ما نستاهلش هاد الحنان، انا دمرتك وحطمتك، انا مجرمة ما خليت ما درت فيك، نستاهل الموت. قلت ليها ما تقوليش هكا اختي، وهي تقول فيدا سمعيني مزيان، خليل راه في الحبس، مورا ما مشيتي بيومين شدوه البوليس ورطو جواد في قضايا اختلاس وتزوير وثائق كتخص الخدمة. شهقت من الصدمة وقلت لها شنو؟ قالت بصوت ضعيف ونفس متقطع، واش عطاوك الأمانة اللي خليت لك في سبيطار في كازا؟ قلت ليها اه. قالت هادوك سوارت ديال دار سيري تما، وفي بيت النعاس غتلقاي واحد الخزنة في الحيط فيها الوثائق والأدلة اللي كتبرأ خليل وكتثبت التهمة على جواد، الكود هو تاريخ الازدياد ديالنا. صدمت وقلت لها وفين لقيتي انتي هاد الأدلة؟ قالت جواد كان زبون ديالي، مورا ما قال لي الطبيب عندي الكونسير، ضميري فاق وندمت على داكشي اللي درت فيكم انتي وخليل، وقررت نعاونو ونخرجو من الحبس لعل وعسى ذنوبي تخفاف عليا شويه. وبدات كتعيا ولسانها كيتقال وقالت فيدا براءة خليل في ايديك، انتي بوحدك اللي كنتيق فيك، عافاكي ما تخليش عليه، خليل كيبغيك، انا اللي بقيت تابعاه حتى طيحته خليل. وقبل ما تكمل الهضره ديالها سدات عينيها ومشات كوما، وخلاتني في حاله يرثى لها، ما عارفه ما نقدم ولا نوخر. نعسات وخلاتني في حاله يرثى لها، المشاعر مخربقه والافكار متضاربه. خليل ظلمني بزاف وخاني مع اختي، جرحني في انوثتي ومسح بكرامتي الارض، ولكن هو دابا محتاجني، انا الوحيده اللي نقدر نعاونه. الله يا ربي اش غندير في هاد الوحله، ما نقدرش نتجاهل هاد المعلومات. وتفكرت خيرو عليا، تفكرت شحال من مره وقف معايا وخرجني من الحبس وخلص عليا الشيك وخلص على بابا العمليه، وبداو دموعي كينزلوا بغزاره. حاولت نتغلب على مشاعري وحكمت ضميري، ما نقدرش نخليه في الحبس وانا عارفه بريء، وقررت أنني نسافر لمراكش في سرية تامة ونمشي نسلم الأدلة بإيد المسؤولين. بعد ما خرجنا صفاء من الكلينيك وديناها للدار، جبت لها ممرضة تقابلها وخديت كونجي من الخدمة على أساس غدا نقابل اختي في آخر أيامها. قلت لماما غنسافر على حساب شي خدمة وشديت الطريق لمراكش، الطريق كلها وأنا كنفكر في خالي
صورتو ما بغاتش تمحى ليا من بالي. عاد فهمت علاش ما كانش كيجي للمحكمه، وعلاش ما جاش يسول فيا مورا ما تفارقنا، وعلاش تسدات الشركه. مسكين هو غارق في الحبس والمشاكل بسبب الطمع والجشع ديال ولد عمه. وداتني عيني ونعست، ما فقت حتى وصلنا لمراكش. وصلت مع 8 الصباح وشديت طاكسي لدار صفا، وفعلا لقيت الأدلة اللي كتبت براءة خالي. كانت عبارة على مستندات وتسجيلات صوتية الجواد كيعترف الصفاء بشنو دار. وبعد ما سمعت التسجيل الصوتي وقريت المستندات حسيت بالمسؤولية وفشلوا عليا ركابية، وجلست فوق الكرسي كنحاول نفكر في شي حل لهذا الورطة. الرعب سيطر عليا وخفت من جواد يكتشفني ويلقاني قبل ما نسلم هاد الأدلة للقاضي. وبعد تفكير عميق قررت نتصل باختو سلوى، هي الوحيدة اللي تقدر تعاوني في هاد الحريرة، والحسن الحظ النمرة ديالها كانت باقا مسجلة عندي. عيطت عليها وكيصوني ما كتجاوبش، وصونيت وعاودت وماشي مرة ماشي جوج، واضطريت أنني نصيفط لها ميساج قلت فيه سلوى أنا فدا جاوبيني ضروري. وهي تصوني عليا وقالت لي أنها في المحكمة وخليل عنده الجلسة ديال النطق بالحكم هاد النهار. قطعت عليها وما بغيتش نهضر في التليفون، مالين اختلال الاستئناف لا ماشي استئنافات مليانة. شديت تاكسي للمحكمة وأنا كلي كنرجف. وصلني ونزلت وأنا حاضية جنابي، كنت لفت اليمين واليسار وكنقلب على جواد وأنا مرعوبة. حتى بانت لي سلوى كتضحك معايا، كانت معاها ماماها وجداتها وحالتهم حالة، الخلعة باينة عليهم وعينيهم حمر بالدموع. جات عندي سلوى وتعانقنا وقلت ليها على الأدلة اللي عندي واللي كتبت براءة خليل وتورط جواد. فرحات بزاف ومشات كتجري تفرح ماماها وحبستها وأنا كندور عينية في المكان. قلت سلوى بلا ما تقوليها لهم دابا، خلي حتى يخرج بعدا. قالت اه واخا عندك الحق. قلت ليها بغيت نسولك واش المحامي ديالكم ثقه زعما ما نخافوش منه؟ قالت لا كوني هانيه، هو خالي اصلا، هو اصلا راه خالي. قلت اه صافي مزيان، فين هو دابا باش نسلموه الادله؟ وقدمنا دوك الادله للمحامي وفرح حتى هو وقال لينا صافي اعتبروا خليل خرج براءة. كنا واقفين مع المحامي في الكولوار ديال المحكمة فاش علنوا على بداية الجلسة، وجراتني سلوى معاها ومشيت ودخلت الغرفة بلا ما نحس. جلست في المقاعد الأمامية وقلبي غينفجر من قوة ما كيضرب. وقبل انطلاق الجلسة عيطوا على سمية خليل وجات عينه في عيني، ونفس النظرات نفس الملامح القاسية والحنونة في آن واحد، نفس الطولة والتجريدة ونفس القوة والرجولة، لابس مزيان ومفركس بحال ديما، عينيه شاعلين وكيغليو وكيشوف فيا بعشق وبحب وبألم وبحسرة. ما تبدلش بزاف وحتى مشاعري ما تبدلوش، نفس الضعف تجاهه، نفس الحنين ونفس القشعريرة. آه يا قلبي علاش خليل خنتيني علاش؟ عمرو عيني بالدموع ونط وخرجت من القاعة حاني راسي في الأرض وكنزرب. أصلا ما محلي من الإعراب هنا، علاش أنا هنا؟ الدور ديالي تسالى وقدمت لهم الأدلة ديالي، قدمت لهم الأدلة صافي بارك عليا. وبلا وعي شديت تاكسي ومشيت للدار، طرق كلها وأنا مرفوعة. وصلت ودخلت للدار وأنا شاعلة فيها، كنشوف تصاورها وكنشم ريحتها في كل بلاصة. زدت مرضت كتر، تفكرت شنو داروا فيا والطريقة باش غدروني. كنت كنكذب على راسي، كنت قمص دور المرأة القوية ذات المشاعر الباردة. ولكن تبت لي العكس، اللقاء ديالي بخليل ضرب لي كل شي في الزيرو، وتأكدت أنني باقة كنبغيه، باقة كنحماق عليه، كان نموت على التراب اللي كيمشي عليه. إنما الجرح اللي خلى في قلبي عميق، قلبي مات بسبب خيانته،
وأحلامي انهارت بسبب غدره، وخا يدير اللي يدير ما نقدرش نرجع معاه، وخا نسامحه ما نقدرش ننسى. شكل حاجز بيناتنا، حاجز فولادي مستحيل يتهدم. ما قدرتش مازال نستحمل هاد العذاب، كنت باغي نمشي في حالي، بغيت نبعد ونودع هاد المدينة للأبد، ولكن قبل خاصني نقضي شي أغراض هنا، نبيع الدار ونجمع حوايج الصفاء. وحطيت إعلان في أفيتو وتلقيت عروض كتيرة في وقت قياسي. ما دازتش كتر من 3 أيام حتى كنت ساليت كل أشغالي وبعت الدار بثمن مناسب، ومع 10 الصباح كان باقي شي 6 ديال السوايع على الميعاد ديال التران. مشيت للدار نرتاح شوية ونجمع حوايجي قبل ما نعطي السوارت للشال. أول حاجة درتها دخلت للدوش، دوشت وحيدت عليا العيا ولبست حوايجي واتكيت فوق الفوتي كنتسنى ميعاد التران. من قوة تمارة غمضت عيني وغفيت، ما فقت إلا على إيد شي حد جارني بعنف، شخص مجهول جرني ولصقني مع الحيط، إيد شاد بها على فمي والإيد الأخرى جامع بها إيديا مورايا. طلعت عيني كنشوف شكون مخلوعة وخايفة يكون ضني في محله. ساعة كنت غالطة، ما كانش جواد، كان سليم في شكل عمرني ما شفته بحاله، كيشوف فيا بكره وحقد ورغبة جارفة، عينيه كيشعلوا بالشر وأنفاس الغضب ديالو كتخترق وجهي. حاولت نتنطر منه وما قدرتش، كان مزير عليا بعنف، نزل وجهه لعندي بغى يبوسني وطلعت معايا الترويحة ودفعته بكل ما فيا من جهد حتى كنت غنطيحه الأرض. مشيت نحل الباب، ساعة كان ساعة مني، شدني من شعري بهمجية ولحني في الأرض وتلح عليا، كيحاول يبوسني في فمي وعنقي وأنا كنقاوم، وبدا كيسبني ويعايرني بكلام ديال الزنقة. قال العاهرة صافي في ساعة قلبك حن عليه، جيتي خرجتيه، لهاد الدرجة كتبغيه، أشنو عنده هو أحسن مني؟ بديت كنبكي وكنقول له طلق مني يا الشماتة. قال لي ها أنا شماتة؟ بصح عندك الحق، شماتة حيت حافظت عليك، وشماتة حيت احترمتك، يحساب لي بنت داركم، ساعة غير عاكرة بحالك بحال أختك. قلت له بزاف عليك الملقط، تفو على مرض. قال لي غنوريك المرض ديال بالصح. هزني وبدا غادي بيا البيت نعاس، وانا كنغوت ونتركل، قومت وغوت وضربت وما خليت ما درت، وهو غير ما زاد شعل ورماني فوق الناموسيه وقال باينه غتكوني حلوه بحال، احسن حاجه ديريها طلقي راسك وخلينا نتمتعوا. وبدا كيقطع ليا حوايجي، كنت مغمضه عينيا وكنضرب فيه برجلي وكنغوت باعلى ما في صوتي، ما حسيت الا وشي حد كيبعدو عليا بكل قوه. حليت عيني وكنتصدم، وكان خليل ومعاه بوليسي، شد سليم ودار ليه المينوت ومشده معاه، وبقيت غير انا وخليل في الغرفه وانا باقا مصدومه وما مستوعباش انني فقت من الكابوس. بقيت شحال وانا حاله فمي، عاد سرات معايا وشفت في حوايجي اللي كانوا كاع مقطعين عليا، تحرجت وتزنقت وبديت كنغطي راسي وكنستر ما استر الله، وانا كنبكي وكل اللي كنترعد. قرب مني خليل وجلس حدايا، عنقني وزير عليا وبدا كيمسح ليا على شعري وكيطبطب على ظهري وكيهدني بكلامه المعسول بحال ديما. صافي يا حبيبه ما تخافيش انا معاك، ما كاينش اللي يقدر يمسك طول ما انا معاك. وانا غير ما زايده فيه وكنبكي ونتنخصص، وحاوطني بدراعه وزيرني لعنده. الله شحال توحشت هاد الاحساس، الاحساس بالامان والاحساس بالراحه والاطمئنان والاحساس برجولته وشهامته. عييت من هاد الدنيا، عييت من المسؤوليه، ما كرهتش نبقى معاه ديما، واستسلمت لمشاعري وتكيت راسي على صدره الرحب، قلبه كيضرب في ودني وكلامه المريح كيتغلغل أعماق أعماقي.
فيدا كان بغيك، كان موت عليك، توحشتك بزاف. حياتي بلا بيك ما ليهاش معنى. عافاكي ما تخلينيش، غنحماق بلا بيك. وبدا الخوف كيتلاشى تدريجيا والترخيط، وغمضت عيني وسهيت. كنت كنرجف من البرد، وهز مانطا وغطاني بها بحنان كيبوس ويشم في شعري. وسولته قلت له فوقاش خرجتي؟ قال البارح في العشية نهار الجلسة المحامي قدم الأدلة اللي عطيتيه وبانت براءتي وخرجوني بالصراح المؤقت بين ما يحكموا في القضية. قلت له كيفاش حتى عرفتوني هنايا؟ قال مورا ما تشد جواد وحقه معاه اعترف بالجرم المنسوب ليه وجبد حتى سليم. هو اللي عاون جواد وسرب له أوراق من الشركة بحكم أنه كان خدام معايا، وكنت كنتيق فيه ثقة عمياء، وخلاني نوقع على شي وراق غير قانونية بلا منعق. والشرطة كانت حاطة عليك حراسة مشددة حيت عطيتيهم أدلة مهمة بزاف، وكانوا متوقعين شي حد من طرف جواد غيحاول يوصل ليك. وفاش شافوا سليم دخل هنا اقتحمنا المكان. صدمت وقلت له يعني سليم متورط مع جواد الحقير، شنو غيستافد من هاد الشي؟ قال ما نعرف، يقدر يكون جواد وعدو بشي حصيصة مورا ما يتفكو مني ويغرقوني في الحبس. قلت اوف، ما قادراش نصدق بنادم فين كيوصلوا الطمع والجشع. ودابا واش غدا توجه له تهمة؟ قال خليل اكيد طبعا، راه تصدرات مذكرة توقيف في حقه، والشرطة كانت كتقلب عليه. تأزمت ومرت، علاش أنا كيوقع ليا هاد المصائب؟ علاش فين ما كاين شي مشكل كيتسلط عليا؟ وبديت كنبكي عاوتاني. قلت عييت من هاد الدنيا وعييت من المشاكل. وشد وجهي بين إيديه بحنان وبدا كيبوسني في عينيا وفي كل بلاصة في وجهي. قال شت صافي يا حبيبة، كل شي سالة، أنا معاك دابا، ما عمري ما غنخليك مازال. وخشاني في صدره كيسكت فيه. بقينا على ديك الحالة مدة طويلة، استحليت الوضع ونسيت راسي حتى بدات عصافير بطني تزقزق، وتفكرت أنني ما كليت والو من الصباح. وقال الحبيبة ديالي فيها الجوع، ارتاحي شوية غنمشي نجيب شي حاجة ناكلوها ونجي. وناد ومشى وصل حتى الباب ودار عندي، وقال لي يا بنظرات شك وريبة عندك تحركي من هنا. ومشى خرج وخلاني مرونة عايشة في صراع مع مشاعري، صراع داخلي بين الحب والكبرياء، بين الضعف والقوة. ما كرهتش نبقى معاه وما كرهتش نعيش معاه العمر كله. النعاس ونفيق على وجهه يحميني من غدر الزمان، ولكن للأسف ما نقدرش، كرامتي فوق كل اعتبار، ونوتي الجرحات، وما نقدرش ننسى شنو دار فيا. ومن حر النار اللي في قلبي نط بلا وعي ولبست جلابة من جلال بصفاء وهزيت حوايجي وخرجت. شديت تاكسي ومشيت المحطة، والحسن حظي لقيت التران غيقلع، قطعت البيي وركبت. جلست مع شي عيالات شوية بدا تليفوني كيصون، وكان هو أكيد. نط الكولوار وجاوبته، قلت ألو. قال فيدا انتي بخير؟ قلت له آه الحمد لله. نهد وقال خلعتيني عليك، فينك؟ حرام عليك هادشي اللي كديري فيا. ظهرت بالقوة وقلت له أنا غادة في حالي. غوت وقال كيفاش غادة في حالك؟ واش بغا تحمقيني؟ قلت له علاش غتحماق؟ قال سمعيني مزيانة فيدا، أنا قاطعت وقلت أنت اللي سمعني مزيان، اللي بيناتنا تسالة، أنا مستحيل نرجع ليك، أنت غدار وما فيكش الثقة. إلا كنت عاونتك وخرجتك فهاد شي غير من باب الإنسانية. قال علاش بغا تحمقيني؟ أنا ما كنتش لخاطري، اختك صفاء وجواد. قلت اوف وصافي سالينا من هاد الموضوع، واش خنتيني معاها ولا لا؟ واش الولد ولدك؟
سكت وما جاوبنيش، وانا نزيد نشعل وقلت ايوا شفتي والله ما نرجع لك واخا دير اللي درتي. ما بقاتش عندي فيك الثقه، انتوما الرجال كاع بحال بحال. وقطعت عليه قبل ما يجاوبني، حيت الكارطة التلفون ولحتها باش ما يبقاش يفرع ليا دماغي. وقطعت معاه وحسيت انني ودعت الامان، ودعت السعاده والحياه. ظلامت الدنيا في عيني وحسيت بقلبي كيتمزق من قوه الالم. ما قدرتش نبكي، الدموع نشفوا. ورجعت لبلاستي وتكيت راسي على هزاج النافذه. طريق كلها وانا فايقه كنفكر في هاد الدوامه د المشاكل اللي كنعيشها. نقدر نكون غفيت شي 10 دقائق ولا ما كاملاش. وفقت على صوت العيالات وحليت عيني سولتهم، قالوا لي وصلنا لطنجة. مشيت للدار ولقيت الحالة ديال صفاء من سيء الأسوأ، تعافت بزاف ولو فيها غير العظام وعايشة غير بالمسكنات. حتى الهضرة ما بقاتش كتهضر، فين ما دخلت عليها كنلقاها يا إما شادة الحجرة التيمم أو لا كتصلي أو لا شادة التسبيح كتسبح وتستغفر. وأنا ما بقيتش رجعت الخدمة طبعا مورا داكشي اللي طرا. بقيت مقابلها غير هي، كنعنقها وكنبوسها ونشم ريحتها بحال باغي نشبع منها. وماما وبابا نفس الشي. سبحان الله على قوة وشجاعة عطاها سيدي ربي، رغم الألام اللي كانت كتحس بيهم ورغم أنها كانت كتحتضر وعلى فراش الموت. البسمة ما كتفارقش وجهها والحمد لله ديما على لسانها. والليلة اللي غدا تموت فيها كانت ليلة الخميس، كانت باردة بزاف وأطرافها مجمدين. تكيت حداها في الناموسية كيف ما ديما ودرت علينا المانطا وحاولتها بإيديا كنحاول ندفيها. فمها بيض وجهها صفار ولكن الابتسامة ما كتفارقهاش. ما قدرت نتحكم في راسي ونزلوا دموعي حارين. حسات بيا وهمسات ليا، قالت ما تبكيش فدا عافاكي ما تبكيش، انا ما نتسهلش نعيش، انا درت ذنوب كتار وربي خلصني في الدنيا قبل الاخيره. قلت ليها شش تختي ما تقوليش هكا، انتي ندمتي وتبتي لله توبه خالصه وربي كبير. قالت فدا سيري عيطي على ماما وبابا، انا حاسه ان نهايتي قربات. بالخلعه نقزت من بلاستي ومشيت كنجري عند ماما. فيقتهم من النعاس تخلعوا يحسب ليهم ماتت. دخلنا عليها وانا بقيت واقفه كنتفرج مفجوعه. بابا وماما تلاحوا عليها وعنقوها، باست ايديهم وطلبت منهم السماحه للمره الاخيره. وشافت فيا، دارت فيا الشوفات ديال الوداع. وحتى انا القدر شحال صعيب اللي قدر علينا في الدنيا نتفارقوا من جديد من بعد ما تصالحنا. انما هاد المره غنتفارقوا للابد. الموت شحال صعيبه، وخصوصا ملي كيكون شي حد قريب ليك، باباك ولا ماماك خوك اختك. اه يا ربي صبرني. طلبت مني نقرب وشدت لي ايدي، ايديها باردين ومجمدين، وقالت بابتسامه باهته غنتوحشك فدا، غنتوحشك ماما وغنتوحشك بابا، تهلاو في بعضياتكم وما تنساونيش. وبدات كتدور عينيها ورفعت ايديها كتشهد. شويه طلقات مني وطرخات. نكذب عليكم الا قلت ما بكيناش، بكينا ولكن حاولنا ما أمكن نتحكم في أعصابنا، حيث أصلا كنا منتظرين هذاك النهار من شحال هادي. وشفت في ماما وبابا والدموع في عينيها. حنقنا بابا كاملين وبقينا كنبكيو. داز العزاء في جو هادئ ما كيخلوش من الحزن. ما جاوش عندنا الناس بزاف بحكم أننا غراب على المدينة، من غير عمامي وخالي وخالتي جاو من الناظور وجدة. الجيران داروا معانا كتار من الواجب،
ودازت سيمانة وتستمر الحياة. كنت جالسة في بيتي كنقرأ ما تيسر من القرآن، ودخلت علي ماما وهزت يدي في إيديها، قالت لي: بنتي هذا خلاته ليك اختك. استغربت وقلت لها: شنو فيه؟ قالت: ما نعرف. قالت لي: ما نعطيه لك حتى تفوت سيمانة على موتها، ووصاتك تشوفيه غير بوحدك. مشات وسدت الباب، طلعت معايا التبوليشة وقلبي بدا كيضرب، خفت من شي كارثة جديدة، قلبي ما بقاش كيتحمل. جبت الباسي وخدمته، كان تسجيل صوتي لصفاء كتقول فيه: اختي الحبيبة، فاش غتسمعي هاد الهضرة غدا نكون انا مشيت عند ربي اللي خلقني. سمحي لي يا اختي، ما قدرتش نواجهك ونقول لك هاد الهضرة مباشرة. فيدا، انا عذبتك بزاف وتعديت عليك، من نهار وعيت على راسي وانا كنحس بالنقص تجاهك، ديما انت احسن مني في كل شيء، في القرايه، في الاخلاق، وفي التعامل. الشيء اللي مرضني وعقدني واللي زاد كمل عليا هو تعامل بابا وماما، وخصوصا ماما اللي في عوض ما تحاول تعوضني على هاد الاحساس بالنقص وتغمرني بحنانها زادت مرضاتني. ديما كتضربني قدام الناس، ديما كدير مقارنة بيني وبينك، كتشكر فيك وأنا كتعايرني، كتكبر بيك وأنا كتحتقرني وتستصغرني. ما عمرها ما حساتني بالحب والحنان، عمرها عنقاتني، وعمرها تصرفات معايا مزيان. على العكس، تصرفاتها معاك أنتي اللي كانت كلها حنان وعطف. تصوري كنت كنحسدك فاش كنلقاك مخشية في حضنها، وبابا حتى هو عمرو عطاني شي كادو، واخا ما كنتش نجيب نقاط زوينين بحالك، ولكن حسسني بالحقرة وحسيت انني ما كنسوى والو. المهم انا ما كنبررش الجرائم اللي درت، عارفة راسي غلطت بزاف، ولكن ما باليد حيلة. هاد الفرزيات وسوء المعاملة ديالهم زرعوا في الإحساس بالغيرة والحسد، وليت عندي عقدة، الحاجة اللي نلقاها عندك نبغي ناخدها، حيت كنحس براسي محرومة. بديت كنتسلط عليك في الحوايج الصغار، وكناخد ليك الألعاب ديالك والكسوة ديالك الحلوة، حتى وصلت للمحرمات وغويت سفيان وطيحته في شباكي بسهولة. غويت سفيان وطيحته في شباكي بسهولة وهربنا من الدار. ما كانش همني سفيان بقدر ما كتهمني انتي. بغيت نحطمك، بغيت نشوفك منهارة ومدمرة، ولكن انتي كنتي كتقاومي، كطل رجلي، وهاد شي ردني. تماديت وحاولت نحطمك بكل الطرق، وليت كنمارس الدعارة بسميتك، وكنزور التوقيع ديالك في الشيكات. كنت غادة مزيان حتى للنهار اللي غيجي عندي خليل البار، حبيته من أول نظرة، ولكن غنكتشف في الأخر أنه راجلك. هنا زادت الرغبة ديالي في امتلاكه، حاولت معاه بجميع الطرق، ما خليت ما درت معاه وبلا جدوى. أنا دوزت شحال من راجل، وعمري ما شفت شي راجل بحاله، وفي الأقصى درجة عينيه ما كيشوفوك غير انتي، ولسانه ما كينطق الا بسميتك. حبه واخلاصه ليك شعل نار الانتقام في قلبي، والحقد عماني، والغيره سيطرات عليا، بقيت تابعه حتى دخلتوني للحبس. وهنا جا عندي ولد عمه وعرض عليا صفقه، قال لي غير خرجني وغنتعاونوا بجوج باش نفرقوكم، وبطبيعه الحال وافقت. كنا متبعين كل تصرفاتكم وعارفين أسراركم. انتي كان عندك مشكل ومتبعة مع الطبيب على حساب الولاد، وخليل كان في حالة يرتى لها بسبب مشاكله العائلية، واستغلينا الوضع. واحد نهار كنتي في الخدمة وخليل كان عنده شي اجتماع على برا، دخلت لداركم بمساعدة جواد، ما عرفتش كيفاش داير دبر تليفونك وصيفط به ميساج لخليل، قال له: حبيبة أنا كنتسناك في الدار.
لبست شوميز دو نوي ديالك وصايبت شعري على طريقتك ودرت البارفان ديالك. المهم كنت صورة تبقى الأصل منك، وصايبت الخليل أجواء رومانسية وأضواء خافتة. استقبلته في الباب على أساس أنني مراته ومولاد داره. طبعا طاح في الفخ. شربت عصير فيه حبوب منومة وقضيت الغراض وخليته ناعس. خرجت في ساعة من بعد ما جمعت الروينة ورديت كل حاجة لبلاصتها. والقدار لعب لعبته معايا وطلعت حاملة. وداك النهار كنت عارفك غدا تكوني عند الطبيب. عيطت على خليل وقلت له أنني حاملة بولده، ما تيقنيش. وتحديته، قلت له غنديرو التحاليل. هي فاش شفتيه طالع في الدروج، راه كان جاي باش يوقفني عند حدي، ماشي كان جاي معايا. وحتى سفيان فاش قال لك راه تخطبنا، انا اللي صيفطته، كنضغط عليك باش طلبي الطلاق. ما كاين لا خطوبه لا والو. فدا من هادشي كله خليل بريء. خليل كيبغيك غير انتي. خليل راجل في زمان عادمات فيه الرجوله، ما تخسريهش ورجعي عنده. عافاك يا اختي، الا بغيتيني نتهنى في قبري رجعوا لبعضياتكم. حبكم حب صادق، وحرام يضيع بسباب وحدة بحالي. انا خديت الجزاء ديالي. عافاك يا اختي، صالحي معاه، هو ما دار والو. انا وجواد لعبنا عليه لعبه قذره وطيحناه. اي واحد في بلاصتو غيدير نفس الشي. صوتها تغلغل اعماقي، كلماتها كانت بحال شي سيف كيتغرز في قلبي. كنسمع ونبكي بتأثر وبشفقة وبندم وحسرة. آه يا أختي المسكينة، شحال عانيتي في حياتك، شحال عذبنا فيك وبلا ما نحسه. كنت متعاطفة معها لأقصى درجة، كنلوم في راسي وكنلوم في والدية والمجتمع اللي ما كيرحمش. حتى سمعت اللي ما عمري تصورت نسمعه. لا لا ما يمكنش، اش هاد الشي كنسمع؟ رجعت التسجيل للور وكنسمع ونعاود بتركيز تام. كان مسح على وجهي وانا مصدومه، كياني تزعزع وقلبي غيوقف. كنحاول نستوعب شنو كنسمع، ما قاداش. نط من بلاصتي، كنمشي ونجي في الغرفه ديالي وانا تالفه ملخبطه ومفزوعه. وقصدت المرايه كنواجه مع راسي، كنتواجه مع راسي بخجل، حابسه دموعي، او بالاحرى دموعي ما بغاوش ينزلوا من قوه الصدمه. فرج وسعاده وندم، حسره وخجل وخوف، مزيج من المشاعر الغريبه سيطرت عليا وبلعت طريقي وانا كنرجف. صدمت انني ظلمت خليل، عاد طلعت معايا وبديت كنستوعبها. عاد فقت وعرفت انني جرحته وعذبته، ما تقتش فيه وما عطيتوش فرصه في يشرح لي. خفت نكون خسرته للابد بتصرفاتي. لا يا ربي لا، ما بغيتش نخسره. وبدات دموعي كتنزل شويه بشويه حتى وليت كنشهق ونبكي بحرقه. علاش صفاء درتي فيا هادشي؟ علاش عذبتيني ومرضتيني؟ ترونت وتلفت، ما عرفت واش نشفق عليها ونتعاطف معاها او لا نحقد عليها، واش ندعي عليها او ندعي معاها. بقيت كنبكي ونبكي حتى طابو عينيا. طردت الوسواس، توضيت وصليت وطلبت الله يدير لي تاويل الخير ويفرج همومي. ودعيت لصفا، دعيت ليها، دعيت الله يغفر ليها ويرحمها، حيت للاسف ما دارتهاش صغيره، تمادات بزاف. واخا تكون تحقرات والظلمات، هذا ماشي مبرر يخليها تدمرني وتشتت شملي، ماشي مبرر يخليها تدخل داري وتلبس حوايجي الخاصه وتنعس مع راجلي في فراشي بعد ما صليت ورميت همومي على الله سبحانه وتعالى. حسيت براحه عجيبه بحال ديما. حمدت الله وشكرته على نعمه الايمان. وعيطت لي ماما نتعشى. خرجت عندهم وجلست تحت نظراتهم المستغربة، عيني يا حمر ومنفوخين بالبكا. تعشينا في جو حزين، كان الصمت سيد الموقف. سالينا وجمعنا الطبلة
وغسلت المواعن ودخلت لبيتي وأنا في بالي حاجة واحدة، غنعيط لخليل واللي بغى يكون يكون. عارفة راسي غلطت بزاف في حقه ويقدر ما يسامحنيش، يقدر يجرحني ويصدمني، ولكن قررت أنني نكون قوية وندير محاولة لحقاش هو فعلا كيستحق. طبعا أنا باقة حافظة نمرتي. جلست على الناموسية وركبت الرقم، كيصوني المرة الأولى الثانية الثالثة وهو يجاوب. قال ألو وي. بقيت ساكتة ولساني تعقد، كنسمع الأصوات موسيقى والضحك وأصوات أنثوية. قال بعصبية شكون معايا؟ ما جاوبتوش. قال إوا العجب. مشى يقطع وأنا نسمع صوت شي وحدة كتدلعو كتقول خليلو شكون خداك من؟ ما جات فين تكمل الهضرة ديالها حتى كان قطع. صدمت، تطرشت بحال تخوى عليا سطل الماء بارد. ايش هاد الشي؟ قالت لي خليلو. انا اللي كنت مراتو ما عمري دلعتو. لا لا ما يمكنش، اكيد فهمت غلط، خليل مستحيل يديرها، ما خاصليش نطيح في نفس الفخ. غنعاود نتصل بي، غنحارب على ودو. وصونيت وعاود والو ما كيجاوبنيش. في الاول كان كيصوني ومن بعد طفاه. فكرت مزيان وقررت نصيفط ليه ميساج نشرح ليه كل شيء ونعتذر منه، اكيد غيفهمني ويسامحني. وكتبت الميساج خليل انا فدا، كنحاول نعيط لك وما كتجاوبنيش، حبيبي ما عارفاش منين نبدا، انا ظلمتك بزاف وما ثقتش فيك، اسمح لي عافاك. انا عرفت الحقيقه، اختي ماتت وقبل ما تموت اعترفت لي بكل شيء، وعرفت انك كنتي ضحيه وعرفت انك كنتي ضحيه اللعبه لعبوها عليك هي وجواد. نتمنى تقدر ظروفي وتعطيني فرصه. خليل كان بغيك. درت ارسال وجلست كنتسنى في جوابه على احر من الجمر. بقيت الليل كله كنتسنى بلا فائده، اصلا الميساج ما وصلوش، يمكن باقي طافي التليفون. ووصلت 12 الليل واستسلمت، طفيت الضوء وحاولت النعس ما قدرتش. كنت قلب يمينا وشمالا وشمالا، كنت قلب على اليمين وعلى اليسار وكنغمض عيني، والو النعاس طار مني والوسواس سيطر عليا حتى أذن الفجر. نط وتوضيت وصليت، عاد ارتاحيت شويه واتكيت في بلاستي، غمضت عيني ونعست. فقت على صوت ميساج وصلني، فقت مخلوعة، هزيت تليفوني نشوف، أكيد خليل جاوبني. ساعة كان غير تأكيد الوصول ميساج، يعني عاد شعل تليفوني. ساعة ولقيتها 11 الصباح. جلست في بلاستي كنتسناه يجاوبني، دازت ساعة وأنا كنتسنى والو. وعيطات عليا ماما نفطر، خرجت شربت اتاي ما فيا ما ياكل، عاونتها وصايبنا الغدا وانا مرفوعه ما حاساش براسي. كتهضر معايا وما كنجاوبهاش، عقلي غير مع خليل. تغدينا وجمعت الروينه ودخلت البيت. اول حاجه درتها شفت في تليفوني والو ما جاوبنيش، وكحالت الدنيا في عيني وفقدت الامل بمره. إنما ما استسلمتش، قلت ندير آخر محاولة. وفي خطوة جريئة عيطت له كيصوني وما كيجاوبش، وهو يصيفط لي ميساج قال دابا عاد عرفتيني راني بريء، حتى قالتها ليك اختك. أوكي على سلامتك، والله يسر ليك في حياتك، كنتمنى ليك السعادة المطلقة اللي أنا ما قدرتش نمنحها ليك، وحتى أنا للأسف ما لقيتهاش معك. جاوبته بلا ما نفكر، قلت خليل اش هاد الهضرة، احنا بيناتنا حب كبير ما تخليهش يضيع. قال ما تهضريش على الحب، انتي قاع ما عارفاش المعنى الحقيقي للحب. الحب ثقة وتضحية وتنازل وحوار ومشاركة، انتي ما عمرك ما تقتي فيا ولا سمعتي ليا، دمرتيني وحطمتي حبي ليك.
قلبي برد من جهتك، صافي نسيني وشوفي حياتك. الطريقة الجافة والقاسية باش جاوبني صدماتني، ما قدرتش نستوعب جوابه. لهاد الدرجة حقت عليا؟ بصح عنده الحق في كل كلمة قالها، هو ما خلى ما دار عليا، وفر ليا كل ما كتمناه أي أنثى، الحنان والأمان والاهتمام والحب والحماية، وأنا بالمقابل شنو عطيته؟ من نهار دخلت لحياته خربقتها ليه، ضربته بجنوي كنت غنتسبب ليه في عاهة وما تقتش فيه، دمرته ودمرت راسي. أنا سبب في هادشي اللي كيجرى، شدتني الدوخة وبديت كنسمع الصفير في ودنيا، الدنيا كلها بانت ليا كحلة. كنت خايفة، خايفة بزاف نكمل حياتي بلا بيه. حاولت نوقف وشديت في الحيط ولكن طحت في الأرض، بديت كنبكي ونغوت بأعلى ما في صوتي. سمعوني ماما وبابا ودخلوا عليا كيحاولوا يقربوا، كنصدهم ونغوت.